والنصوص اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي جاءت في القرآن كلها تشهد أن الفارق بين السنة وبين البدعة شعرة شعرة، وهذه الشعرة راح تتضح. احنا عندنا من الأمور التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام مثل ما قلنا أن نفرق بين الواحدة وبين الثنتين والسبعين، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الوحي اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم شنهم؟ قرآن وسنة. لكن ثم أضاف عليها قال ها وأصحابي. إذن الصحابة لهم شأن عظيم جدا في التمييز والتفريق بين السنة وبين البدعة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه له كلمة جميلة جدا، يقول القرآن يحتمل وجوها من التفسير، السنة تحتمل وجوها من التفسير. وين نروح يا عبد الله بن عباس؟ من اللي يحدد هذه الوجوه اللي في القرآن؟ ومن اللي يحدد الوجهة الصحيحة من الوجوه اللي تحتملها السنة؟ كلهم على اتفاق أنهم من؟ الصحابة. وفي القرآن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان. هذه الثلاثة الطوائف وش قال ربنا عز وجل عنهم؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لذلك يقولون العلماء احرص يا عبد الله أن تكون في واحدة من هذه الثلاث. طريق الصحابة غير طريق النبي؟ لا لا، طريق واحد. الصحابة فقط إيش؟ فهم وتطبيق. لكن الوحي منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة. والصحابة يفهمون ثم يطبقون. وقد أحسنوا والله أثنى عليهم ربنا جل وعلا من حيث فهمهم ومن حيث تطبيقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقسم عبد الله ويقول والذي نفسي بيده، عبد الله بن عباس يقول ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض عن جميع الصحابة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج يقول لا أعرف في فرق الأمة فرقة تلتزم وتقف وقوفا كاملا عند نصوص القرآن والسنة مثل الخوارج. قال وتعظيم لنصوص القرآن والسنة، عندهم تعظيم للنصوص. طيب إذن ليش انحرف؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه السبب الهوى. كيف نضبط الهوى وكيف نعرف الهوى وإيش الأمثلة على الهوى؟ نشوف الناس الذين افترقوا والذين اختلفوا كلهم. والأهواء مثل ما ذكر أهل العلم ما تركوا شيئا يا شيخ والله، لكن فقط يبين إيش؟ نشوف ماذا قال الصحابة ومن اتبع الصحابة بإحسان. الطريق واضح جدا. نرجع لبقية الفرق هذه كلها مثل ما قلنا بدءا بالخوارج وجاي. وين الهوى؟ الهوى وين؟ الهوى كما ذكروا ينحصر، عشان نختصر ما نطول عليكم، الهوى يقولون ينحصر في أمرين اثنين. سبحان الله، حصر كل هذه الفرق وما فيها من الأهواء أنه علتها أمران. العلة الأولى الاعتداد بالنفس والإعجاب بالنفس. والإنسان كيف يعجب بنفسه؟ يعجب بنفسه من حيث العمل.
عندنا الخوارج وعندنا الصوفية وعندنا وعندنا كثير جدا اعتدادهم كله كان بأنفسهم، وقد ذكرها والله يا عبد الله ما ترك شيئا من خير إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا. لكن المصيبة ما يعني ما نشوف حتى إيش نصحى من النوم مثل ما يقولون. لما ذكر الخوارج في أكثر من 30 حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وخطورة الخوارج وشر الخوارج كلها، أكثر من 30 حديثا ذكر أن العلة مسألة واحدة. ما هي يا رسول الله؟ ذكر صلاتهم، قال يصلون لدرجة أنكم أنتم يا الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني يصلون أكثر منكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر صلاتهم وصيامهم وتقفرهم للقرآن وحفظهم للقرآن، حفاظ للقرآن كلهم كانوا حفاظ القرآن يا شيخ، كلهم حفظة لكتاب الله جل وعلا، الليل والنهار يقرؤون القرآن وذكر الله عز وجل. فالشاهد لما شافوا علي بن أبي طالب وشافوا الصحابة وشافوا عبد الله بن عباس هذا يصلي 2-4 ركعات ويقوم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه العبادات العظيمة الكثيرة التي هم عليها قال فأعجبتهم أنفسهم. الله أكبر، أصيبوا بماذا؟ بالعجب. أعجبتهم من كثرة إيش؟ العمل والطاعة، فأعجبوا بعملهم وطاعتهم. ثم قال وأعجب الناس بهم أيضا. الله أكبر، الناس يشوفونه ما ليش مطوع مثل ما يقول، شو يقول؟ كان مطوع الله حمامة المسجد يقول ها؟ أي هو البلاء من هذا المطوع واللي هو حمامة المسجد، البلاء منه يا شيخ. قاتلوا عليا قبحهم الله يا شيخ بعد أن كفروه، أنت شنو عشان تكفر علي بن أبي طالب؟ أنت شنو حتى تشوف فهمك أحسن من فهم علي والصحابة يا شيخ؟ فالشاهد مدار الهوى على العجب. لذلك شوف سبحان الله النصوص، فلا تزكوا أنفسكم، لا تغرك الأعمال، لا تغرك المظاهر، لكن راح نبقى طول عمرنا نغتر. ها أمر طبيعي جدا ولا لا؟ الناس كلها تغتر بالمظاهر. الشاهد هذا باب عظيم جدا من أبواب الهوى، الاعتداد ها بالعمل طاعات. نعم. الباب الثاني كما ذكر أهل العلم الاعتداد بالأشخاص، هي مدارها على هذا أيضا، يعني الغلو عظيم جدا من وراء تعظيم الأشخاص. فإما أنهم يعظمون أفعالهم ويعتدون بها، يدخل الهوى يا شيخ وما عاد يقبل حقا أبدا. والله النصوص اللي في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تأمر أن الكتاب والسنة مربوطان بالصحابة، وتعال عند فرق الأمة كلها قل لهم كتاب قال لك مرحبا، سنة مرحبا، الصحابة قال لا، الصحابة لهم فهمهم وإحنا لنا فهمنا. فيا عبد الله والله الميزان والفرق بين السنة والبدعة بعد الكتاب والسنة في من؟ الصحابة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والنصوص اللي في القرآن عشرات النصوص اللي في القرآن والله كلها تدعو إلى مثلية ما كان عليه الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد. يا عبد الله كل من يؤمن بمثل إيمان الصح القرآن، هذا كله قرآن، هذا كله قرآن. وشوف مثل ما قلنا، يعني اسأل أي فرقة اليوم من فرق الأمة كلها
ها القرآن قال لك مرحبا احنا وياكم على القرآن، والسنة قال مرحبا، والصحابة يقول لك لا أسفين الصحابة لا، هم لهم فهمهم وإحنا لنا فهمنا. لا يا عبد الله، والله ما فهم القرآن ها مثل الصحابة، ولا طبق القرآن والسنة مثل الصحابة. أسأل الله أن يثبت.